اشتباكات على حجز من أطفال الجيش السوري الحر وعصابات الأسد. الله أكبر. تجمع ألوية وكتائب العزي في رأس مقاتلي تجمع ألوية وكتائب العزة التابعات للجيش الحر في ريف حماة الشمالي على العديد من جبهات القتال، وهم في أثناء مرابطتهم في مكانهم يعانون ظروفا جوية بارغة السوء بسبب البرد القارس والمطر الغزير، ونظرا لقلة ذات اليد وتأكيدهم على وصول الدعم من الائتلاف الوطني أو أي جهة أخرى بحسب ما يقول قائد التجمع الراعي الجميل الصالح. الائتلاف ما اتصل فينا وسألنا أنه نحن عم ناكل أو عم نشرب أو عم نتدفى، ما بهمه، لذلك نحن ما بهمنا الائتلاف. الائتلاف خليه يفاوض خارج الحدود، وبالآخر أهل الأرض، هي سياسة أهل الأرض هي اللي رح تتنفذ ورح تطبق على الأرض. خارج الحدود اللي عم يطبق سياسي أو عم يفاوض سياسي يطبقها خارج الحدود. نحن كل شيء خارج الحدود ما بنعترف على سياسته، السياسة اللي بنعترف عليها هي سياسة الأرض. ما فطنانين فينا ولا لهم خبرنا ولا أي اتصال معهم ولا أي اتصال بيننا وبينهم. يلجأ هؤلاء المقاتلون إلى جمع عوادي الحطب من هنا وهناك واستخدامها كوسيلة لتدفئة أجسادهم التي تنازعها البرد القارس والمطر الغزير. وعلى الرغم من كل هذه الظروف القاسية يتابع هؤلاء المقاتلون رباطهم وهم متمسكون بمبدأ لا يحيدون عنه أبدا، وهو إبقاء جذوة الثورة مشتعلة ولو انطفأت كل نار ما عداها. نحن بحالات رباط على الجبهات، مضطرين نظل متواجدين على الجبهات بغض النظر برد أو شو، ونحن بإيماننا بقضيتنا وإيماننا بهدف الثورة تبعنا رح نظل محافظين على مناطقنا وعلى أراضينا سواء كان برد أو غير برد، ثلج أو شتاء أو أي حالة جوية، نحن مضطرين نبقى هون حفاظا على أرضنا. سيادة الرائد، نحن لاحظنا في بعض المقاتلين وأنتم شاعلين مثلا نار مشتعلة، فمن الحطب هذا كيف عم تدبر أمور؟ النظام قاطع كل وسائل التدفئة على المناطق المحررة، يعني كان مازوت أو بنزين أو غاز كلها هاي مقطوعة عنا. نحن عم نضطر نستخدم الأخشاب وأغصان السجر، حواجز النظام اللي حررناها حول حواجز النظام، كل الأراضي النظام قام بقطع الأشجار، كان عنده سياسة قطع الأشجار. نحن هالأشجار اللي انقطعت عم نقوم بعملية كسر الأغصان والتدفئة عليها. الحمد لله بعد ما تم عملية أخذ الحاجز من العصابات الطاغية كانوا مكسرين بعض أشجار الزيتون، فبعد ما ذهبوا وأخذنا الحاجز جبنا الأشجار وعم ندفع عليها والله الحمد، والحمد لله رب العالمين أمورنا كويسة. يعني تدفعوا على أشجار الزيتون؟ أشجار الزيتون اللي هنو أزوها لأن قطعوها وكسروها، نحن بعد ما كسروها أخذنا الأشجار ووضعناها للتشغيل من أجل ندفع أنفسنا. في برودة تشرب يعني البرد شديد ببرد فارس والدنيا جو يعني برد كثير الحمد لله، بس أمور كويسة مرابطين ومسابتين، حتى لو كان البرد أكثر من هيك نحن سابتين ومرابطين. أموركم بالتكفير والله يا عم نجيب من أغصان السجر اللي كسرها الجيش شلعها وعم ندفع وبندبر أمورنا من هذا، ندفع ونطبخ عليها ونسخن مي عليها وبندفع هون عليها. هذا السجر كله يدو سلع الجيش وعم نجيب منه، هاي كلها شجر شلعوا وعم ندبر حالنا منه. برد موجود وشتاء موجود والحمد لله رب العالمين، بدنا نصبر. ايش بدنا نسوي؟ بندشر يعني بدنا نصبر. اذا على الرغم من البرد القارس والصقيع فهم مرابطون على الثغور حتى يأذن الله بنصره او ليقضي امرا كان مفعولا. كان معكم محمود الحمود من ريف حماه لقناة السوري الحر.